اطلعي لهون. ليش هلا لحكيتي؟ يعني شو بدي اعمل؟ ما تعطي فرصه احكي لك. لك مراد وقفي، لا تتحركي، هلا بنغرق بسببك انت. انا وقعت. لك تعي لهون، لوين رايحه؟ شو بدي اعمل؟ ما بقدر اخذ نفس. حياه ما رح يصير لك شيء وانت معي. قول والله. والله. طيب رح ارتاح معناها. لكن استرخي وسلميني حالك. يلا مسكي فيني. دير بالك ما تتركني. مرحبا. أهلين. فيني شوف سونا بيكتاش؟ أنا هي سونا بيكتاش، شو بتريدي مني؟ بتعرفي كتير لابقين لك؟ لا تتمسخر، كنت رح أموت على فكرة. يلا عادي، ساويت لك قهوة. ما كان في داعي. هاي ما بتصير لحدا، اشربي. ايه رح يكون درس مهم، مشان المرة الجاية تعرفي مين هو اللي عم تشارطي. بس أنا مالي ندمانة، لأني ضليت للجولة الأخيرة وأنا لساتني صامدة وبعيد التجربة. إذا بدك لازم تنفذي عقوبتك هلا. والله نسيت العقوبة، بس أكيد أنت مو نسيان وعم تفكر هلا يا ترى شو بدك تسألني. طبعا أكيد. طيب يلا أنا عم بسمعك. بس ليكي شو ما كان السؤال رح تجاوبيني بصراحة. بأكد لك إني ما رح أكذب عليك، قول. شو أكبر كذبة لحد اليوم كذبتيها؟ إني مو حياتي اللي أنت بتعرفها. كيف يعني؟ يعني من وين بدي بلش بالحكي؟ ما بعرف مراد. عفوا. مضطرة اني رد على التليفون. تفضلي. قالوا نعم. حياة تعي لعندي على البيت هلأ بسرعة. ليش؟ لأنه هاي اللي اسمها مرام عندي هون. وهي شو جابها لعندك بقى؟ خلص ماشي شوي وجاي. مضطرة أرجع على البيت ضروري. ليش؟ في شي خطير؟ بابا تعبان شوي مراد. معناها طلع في تنتين سونا بيكتاش. ايه حلو، بس غريب ها؟ ايه غريب، حتى انا مستغربة شوي. انتو بنات عم معناتها مو؟ ايه بنات عم. ابهاتنا كانوا بيحبوا ستنا المرحومة وسمونا نحن الاثنين على اسمها، لأنه هالقصة تقليد بعائلتنا. بتعرفي لما قلتي لي أنا سونا بيكتاش حسيت حالي إني مضيعة، قلت معقول نسيت شكل البنت. بس أنا بحب سونا الثانية وبموت عليها. بتنادوا لها حياة كأنه؟ إيه لحتى ما يخربطوا بيناتنا. قليلي. شو بتحبي تشربي حياتي؟ بدي الصودا مع ترانش ليمون وزنجبيل معهم.
يعني طبعا اذا ما بيكون في عذاب لك. عادي. بتحبي فوت معك؟ مو ضروري، ما في داعي بنوب. يمكن يلزمكن دكتور أو إسعاف مثلاً. لا عن جد ما في لزوم، أصلاً ما بظن إنه في شي خطير كتير، لأني بعرف أبي بحب يتدلل. طيب خليني اطمن. مو حابة إني عزبك معي. على راحتك. عفوا بدي ادخل. يعني روح؟ ايه يا ريت. بكره بشوفك وبطمنك. ومشان اليوم عن جد شكرا كثير لك على كل شيء يا بيك. انا اللي لازم اتشكرك، الي زمان كثير ما قضيت يوم حلو. رح روح لكن ليكي، إذا احتجتي شي فوراً بتخبريني. اتفقنا؟ اتفقنا. تصبحي على خير. تلاقي الخير. ولي ولي فوتي حياة، فوتي يلا خلصيني من هالمصيبة. شو عم تعمل عندك؟ ما عم بفهم، هي شو جابها؟ مالها طبيعية. أنا كمان ما بعرف، إذا إجا بابا ما رح يصير خير. بالمناسبة نحن بنات عم، وسمونا أنا وإنتي على اسم ستنا لتكوني بالصورة. قلتي على اسم ستنا؟ سامحيني يا روحي إنتي، إلي أيام ما نمت الليل وما دقت ولا لقمة بنوب.